ثم المصيبة الثانية يقول الله من هم سكن بنير الله ليه من تتمر مسعى لهم بيض الناس لو قلت الطيب ترى الحال من الله والعين يقصها عن النوم حراس لا يجي تمر ذو المخاليد زهجاء لا طاب لنومه ولا طاب جلاس الدول من دورات الأيام وصاح لا داخل الشفة ولا فيه وسواس عيه ويدون تكادر توجع اللي يدون المشاكل ولا الناس ولا مهاوزين المصائب ولا الضاع ولا حب في ناس ولا ضد من ناس جو دخلها اللي عليها تعب ضاع لا تعلي قربه ولا باق عليها صراحة لمعكب دب ومطلع من هجره معكب مجن ونس ناس مجعده معكب مخرم ومجع على حاسب زل على حاسب بس وضع ما وضع اللي تبرع لهم فيها الجنب والضلع والساس الكام للقوة والشهوب والجزاء يا طيب النية ويا طيب راسك على الجاف لا يزل لنا على الضياء للناس.